متابعينا متابعي طقس العرب الكرام، تحية طيبة لكم. ننقم لكم هذا التحديث المباشر حول ترقية أو رفع مستوى المنخفض الجوي العميق الحالي الذي سيؤثر على المملكة خلال الساعات القليلة القادمة وحتى يوم مساء يوم السبت القادم. رفع درجة هذا المنخفض الجوي صوب الدرجة الرابعة، وهي درجة تمثل عاصفة، وذلك نظرا لعدة أمور سنتطرقها بعد قليل. طبعا تجب الإشارة لأن هذا الرفع والترقية صوب الدرجة الرابعة حدث بفعل استلام خرائط معينة أدت إلى انخفاض الضغط الجوي في مركز هذا المنخفض الجوي الذي يتطور بشكل متسارع حاليا داخل الأراضي المصرية. توقعات بتدني الضغط الجوي في هذا المركز إلى 990 ملي بار فما دون إلى حدود 985 ملي بار، وهذا رقم متدني غير معتاد سواء لمصر أو كمنطقة بشكل عام كشرق المتوسط. ذلك سيؤدي إلى زيادة في حجم الظواهر الجوية المرافقة لهذا المنخفض، متمثلة بهبوب رياح شرقية قوية السرعة مع ساعات مساء هذا اليوم تتحول إلى عاتية مع انتصاف الليل، حيث توقعات بتجاوز سرعة هذه الهبات حاجز 120 كيلومترا في الساعة فوق العديد من مناطق المملكة بما فيها داخل المدن الأردنية الرئيسية والعاصمة عمان، وبالتالي هي سرعة نوعا ما خطرة على الممتلكات الخاصة والعامة في حال لم تؤخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل معها. كذلك الحال عواصف ترابية ورملية متوقع أن تتزايد خلال ساعات مساء هذا اليوم والليلة القادمة، وقد بدأت بالفعل في مناطق جنوب المملكة ومحافظة معان تحديدا. أيضا الظاهرة الثالثة توقعات بزيادة كبيرة في كميات الأمطار المتوقعة خلال تأثير هذا المنخفض سواء كمقدار غزارة أو درجة غزارة هذه الأمطار أو ككميات بشكل عام، حيث يتوقع أن تزيد الكميات فوق العديد من المناطق عن حاجز 100 أو 120 ملي مترا بمشيئة الله. كذلك الحال توقعات باضطراب مياه خليج العقبة بمقدار كبير قد يفوق ارتفاع أمواج البحر حاجز المترين في خليج العقبة، ما يؤدي إلى حدوث اضطراب كبير داخل مياه خليج العقبة، وهو أمر غير معتاد في المنخفضات أو الجوية بشكل عام. هذا آخر التصنيف لهذا المنخفض الجوي، حيث يتبع حاليا الدرجة الرابعة بتأثير عالي الفعالية على المملكة، يرتقي إلى مقدار العاصفة بمشيئة الله. توقعات بتساقط أمطار قد تصل إلى حاجز 120 ملي متر في العديد من المناطق الزراعية الأردنية. كذلك حال ازدياد سرعة الرياح تبلغ بعض الهبات حاجز أكثر من حاجز 120 كيلومتر بالساعة، وبالتالي خطر على الممتلكات العامة والخاصة. هنا تحديدا نخص بالذكر ليلة الخميس على الجمعة، ونعود ونذكر أن هذه التطورات المتلاحقة رفع التصنيف إلى الدرجة الرابعة أو درجة العاصفة، كذلك الحال هذه الظواهر الجوية تزداد في شدتها خلال هذا المنخفض نظرا لاستلام بيانات خاصة تتعلق بعمق مركز هذا المنخفض الجوي المتسارع داخل الأراضي المصرية إلى ما يقل عن 990 ملي بار إلى حدود 985 ملي بار. نتمنى من الله أن يكون هذه الأمطار أمطار خير لجميع الأردنيين، كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.